السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء. ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. فيديو من الفيديوهات الجميلة جدا جدا من حراج الصواريخ. الفيديو ده كله خاص بالكنب وأسعاره، بس بصراحة يا جماعة الأسعار بسم الله ما شاء الله بتبدأ من 1100 ريال. السلام عليكي. 1300. أيوة. قلت لي إيش اسم المحل؟ فرسان؟ ده كلام فرسان. قول فيها سوا سايمون. يكون فيه. الفرسان. طيب. بسم الله ما شاء الله 1300 ريال. والله ممتاز ما شاء الله. 1 2 3 4 5 قطع معهم الطاولة بتاعتهم. أيوة. وده التاني كم فلوس؟ هذا 300. هذا 1300. هذا 12 قطعة ما شاء الله. هذا تركي. تركي حلو. نشوف كده جامد ولا كيف الوضع. والله النحل ما شاء الله. أربع طاولة. والكنب اللي انتوا شايفينه ده تقريبا 12 قطعة بألف و 1400. 1400 انت كلام؟ لا 1300. 1300 حلو حلو خالص والله ما شاء الله. ده يا جماعة من الحاجات بقى اللي ايه اللي ما تتفوتش. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا محمد كم هذا؟ هذا انتري. هذا تركي باكستاني. هذا تركي. تركي. 1 2 3 4 5 6 قطعة ها؟ ايوه. ما شاء الله. اللي جنبه هذا 1300. والله اسعارهم رهيبه رهيبه خالص ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما في تاني معروض ولا بس هذا بوفيه؟ هذا بوفيه. أيوه. عصير الرمان. رمان. اسواق الديره بالحله الجديده. هذا دكاننا. شوف هنا اربع محل. انا كده بحط اللوكيشن في اول تعليق مسب. طيب ما في عندك غير هذا بس معروض ولا في محل؟ جوا هذا 1300 1400. اغلب اللي هنا يا جماعه 1300 1400. خلينا نجلس عليه كده اشوف ما شاء الله. لا والله جامد حلو حلو. خليك واقف زي ما انت. اجلس 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 اوريك حاجه. خليك ماسك الجوال. اعطيني رجلك ري. شكرا. ما انا قلت لعبد الله بس ما ظبط. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه 1300 1400. بسم الله ما شاء الله وجامد والله اني جالسه عليه ما شاء الله. يعني حلو حلو خالص. زي ما قلت لكم العنوان هو مقابل الجذور المستعمله الكبيره اللي انا صورتها في الاول دي. سوق الفرسان. تمام. في بوفيه هنا مشهوره اسمها ايه عصير الرمان. زي ما قلت لكم انا بحط اللوكيشن في اول تعليق مثبت. بصوا دي من الحاجات زي ما قلت لكم اللي ما تتفوتش في حراج الصواريخ. عندهم حاجات مره حلوه. كويس 100 100. حلو ما شاء الله. بس هذا يا محمد المعروض انت ممكن يجيب زياده لو احد يبغى زياده. لا لا بس هذولا ثاني في هذا قال. ثاني محل قالي بس انا ركز لي. اي والله ثاني محل. طيب يا محمد لحظه هذا مستعمل ولا جديد؟ لا جديد 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 جديد. طب ليش شويه رخيص؟ هو جديد حلو. هذا جديد. هذا محمود سعيد سفنج ولا راجعي سفنج هذا كله جديد كويس. محمود سعيد. أيوة. ولا راجعي جديد والله انه باين انه جديد. انا مستغرب السعر بصراحه. تتخيلين 1300 1400. ايوه هذا حلو والله. والله عجبني. 250 1000. هذا ثاني محل. شوفهم هذا جوز بنتي بيكلمه قال له 1250. حلو والله حلو خالص خالص. ده جميل والثاني ده حلو. ده حين ايه؟ ما شاء الله. خلاها ب 1100. حلو والله حلو. حلو. رهيب رهيب والله. 1100 انتم متخيلين؟ 1100. يعني شوفهم هو بدأ ب 1400 دلوقتي جوز بنتي قال له 1100 قال له ماشي. والله يا جماعة حلو والله حلو. أنا عاجبني بصراحة. بس هناخده نودي أبها ندفع قد تمنه. هندفع 1000 ريال بس حلو بجد تحفة ما شاء الله. دي الحاجات والله اللي ما تتفوت. يعني دي الحاجات اللي الواحد يجي يشتريها وهو بصه وهو مبسوط إنها حاجات حلوة. طب إحنا هندخل محل دلوقتي ونشوف أسعارهم إيه. بس بصراحة تحفة.
تحفة ما شاء الله. شفتوا؟ لا ويعني لما الواحد بيجلس عليه حلو، مش 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 انه بقى اي كلام وكده و... لا والله حلو ما شاء الله، حلو خالص. خلينا ندخل المحل نشوف اسعار المحلات. لا بجد الطقم حكايه والاسعار لا تعقل. تتوقع ليش رخيص كده؟ الناس يجون لانها سوق عالمي، ناس مقارنه، في ناس يتحدون ترى برخص، اعطاني الحين ب 1000 ريال. انتم متخيلين كل الطقم اللي انا وريته لكم ده ب 1000 ريال؟ والله العظيم انه تحفه. انا لو انا مش في ابها وهيتكلف عليا مصاريف نقل قد ال1000 كنت خدته قسم بالله. هذا عجبني، والتاني اه تحفه والله ب 1000 ريال. انتم متخيلين يا جماعه ب 1000 ريال كم قطعه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ومعاها اربع طاولات ب 1000 ريال، ومعاها الحاجات الصغيره اللي انتم شايفينها دي. يا بلاش يا بلاش يا بلاش، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. خلينا ندخل المحل ونشوف اسعار المحلات. 1300 ده جوه المحل، 1300 ما شاء الله. دلوم؟ ها اسفنج دلوم كله نفس السعر ولا مختلف؟ لا مختلف. طيب هذا ان شاء الله هذا ب 1400 حلو. تتوصلون خارج جده ولا؟ لا لا ما عندكم. بس والله حاجات حلوه. اغلى شيء عندكم كام؟ بس الحاجات هذه حلوة. قال كم؟ 1000 و... والله هذه هذه تحفة ما شاء الله. أيوة دلوب أي لا فخامة شغل جديد كله. تقول لي بس 300 حلو ما شاء الله. عندهم حاجات تحفة. اسم المحل حقكم إيه يا اسم اسم المحل؟ شاكرين. أيوة المحل برا مكتوب ما شاء الله ما شاء الله رهيبة بسم الله ما شاء الله. مع الطاولة ها، كل كنب مع الطاولة بتاعته. عندهم تشكيلة روعة. شوف أنا توقعت إنها يكون أغلى من اللي برا، بس يعني الأسعار مقابلة لبعضها. والله عندهم حاجات حلوة جدا جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. أشياء تحفة في منتهى الجمال. أنا ما بفضلش اللون الأبيض أوي، بفضل الألوان الغامقة اللي زي دي، فيها فخامة برضو ما بتتوسخش بسرعة. شوفوا دي برضو فخامة ما شاء الله. الأبيض برضو حلو له ناسه. عندهم برضو ستاير بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجاتهم تحفة يا جماعة والله تحفة. أنا اتفاجئت، بصوا اتفاجئت في الصواريخ، متوقعتش إن الكنب ده موجود هناك بنفس الأسعار دي. أسعار رهيبة 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 اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. انا لما الراجل اللي بره، شوف احنا وصلنا الكنب اللي بره، لما جوز بنتي اتكلم معاه قال له 1000 ريال. متخيلين الكنب اللي بره ده كله طقم ب 1000 ريال. قلت ادخل محل اشوف، فهنا قال لي 1300 1400 برضه لو فصلت معاه هتجيبه ب 1200 1100 برضه. حاجات حلوه ما شاء الله والله حاجاتهم تحفه تحفه اللهم بارك في منتهى الجمال. وزي ما قلت لكم معهم ستاير، معهم اطقم ستاير. هم طبعا المعرض كبير اسمه الشاكرين تقريبا. هوريكم اسم المحل بره، هو نفس بصوا نفس الموقع اللي جنبه الراجل اللي بيبيع في الشارع ده. عجبني قوي بصراحه كده فخامه، فيه فخامه وايه والقماش بتاعه حلو، مش قماش ابو خمسه لا، حلو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجات حلوة جدا جدا. خلينا نمشي كده ونشوف الباقي. عندهم حاجات حلوة، هي دي الحاجات زي ما قلت لكم اللي الواحد ما يفوتهاش. مواعين ومواعين والحاجات دي موجودة في كل مكان. أما الكنب والحاجات دي تحفة. وحاجات إيه بقى؟ بصوا فخامة فخامة، تصميم وقماش وخامة نظيفة وأذواق برضو. شفتوا ده بقى نظام الكنبة الواحدة والكنبة الكبيرة ما شاء الله. زي ما قلت لكم هو قال لي اكتر حاجه عندي في المحل 3000، وفي 2000 ونص، وفي 1600 و1200 و1300. شفتوا ده بقى برضو شكله حلو، ده حلو جميل خالص. شفتوا في فخامه كده في التكايات بتاعته. اللون حتى حلو، اللون تحس ان هو يعني لون ايه، لون راقي
بينك تقريبا، ده بينك، والرصاصي ده برضو حلو شكله تحفة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تعرفين انا شكلي هنقل جدا هنقل جدا واجي اسكن هنا. خلوني اعدي بس من بين الكنب. وده برضو له ناسه، ده في ناس بتحبه، بتحب الحاجات دي ما شاء الله ما شاء الله. عندهم حاجات في منتهى الجمال، في منتهى الروعة بصراحة. بسم الله ما شاء الله. عندهم جلسات عربي برضو، شفتوا دي اللي على الارض، الارض دي هو المعرض الكبير على فكرة، كبير خالص. شوفوا بقيته بره هناك اهو، احنا هنروح الجهة التانية واصور لكم من قدام. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجات حلوة خالص خالص يعني. نطلع بره الوقت ونشوف اسم المحل. تقريبا اسمه حمد الشاكرين، هو نفس الموقع اللي انا حاطاه، ده اللي بره بيتباع بره وده بيتباع جوه في المحل. شوف انا لما شفت الاسعار اللي بره قلت اللي في المحل بقى يبقى بتلاتة باربعة، لقيته نفس الاسعار. اتفاجئت بصراحة. زي ما قلت لكم الراجل اللي بره وصل لنا الكنب لألف ريال، كل الطقم اللي انتوا شفتوه بره بألف ريال. والله يا بلاش يا بلاش يا بلاش، مش عارفة انا مش عارفة ليه مش قادرة استوعب ان دي اسعار الكنب هنا. تحفة بجد تحفة. والله يا جماعة اللي عايز يفرش بيته ويفرش مظبوط، يعني بقى ايه حظ الناس اللي ساكنة في جدة تيجي هنا، الاماكن هنا تحفة وفيها حاجات حلوة. طبعا هو مقابل الجدور، شوفوا الجدور هناك اهي الكبيرة اللي انا كنت مصورها في فيديو تاني، والمحل قبالهم على طول اسمه حمد الشاكرين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حط لكم اللوكيشن فأول تعليق مثبت، وإن عجبكم الفيديو يعني تقديرا كده المجهود المعبود بس شجعونا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله.